يعني ان كنت ايه مسكت. ولذلك دي حكايه ام سلمه حين مات ابو سلمه. ابو سلمه ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه ام سلمه فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله قالت ماذا؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أنت وهناك خير من أبي سلمة؟ نعم خير من قال لها قولي ما قال رسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويتزوجها، فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، شوف الغاية غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبطلين، دي غاية. إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وحنعمل كده لماذا؟ عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة.